مساء الخير البوصلة، حلقة التلات. امبارح توقفنا في مسألة الفقهاء، بقى الفقه اللي طلع من وراء كل ده، وقلنا انه اول خلاف ده في دي وفي كل مشاكلنا في التراث، ان الفقهاء اغلب احكامهم ذهبت الى الروايات، وهذه الروايات بعضها وكثير منها يناقض ما هو في القرآن. بالضبط كده زي الفقهاء دلوقتي في الحالة دي، لقوا في القرآن مفيش أي حاجة اسمها قتل من سب النبي، مفيش أي حاجة اسمها كده. على فكرة ده موضوع كبير، ده أخذ روح إنسان، مش حاجة بسيطة أن يتحكم بيها كده على رواية في رواية معاكسة للقرآن ومضادة له، اللي هي رواية كعب بن أشرف أو غيرها القياس عليها. يعني تبص في القرآن يعني تحس أن السادة الفقهاء رحمهم الله ما كانوا مش عارف. المهم يعني خدوا برواية كعب بن الأشرف وما حولها من الروايات المشابهة، فخلاص بقى في قتل من سب النبي مسلما كان أو غير مسلم، وتركوا ما في القرآن من الصبر واحتمال الأذى، وإنه ليس من خط القرآن ولا ملامح الإسلام ولا أخلاق النبوة ولا ما حكم به الله إنهم يقتلوا من سب النبي أو سخر منه أو تنقص أو كتب شعر هجاء يعني فيه. خلاص الخطأ الثاني، والبشر يرد عليهم الأخطاء يعني رحمهم الله السادة الفقهاء، بس مش عيب يعني يقول خطأ، إنه مش بس قالوا زي ما قرينا امبارح أو الأحكام النهائية يعني بتاعت جمهور أهل العلم إنه يقتل مسلما كان أو غير مسلم، لا، قال لك وليس له توبة. تعالوا نقرأ الموضوع ده. بصوا، زي ما قلت لكم امبارح في الذهبي في سير اعلام النبلاء قال لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين. والثعلبي في الفقه المالكي 506 على 2 قال ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته. مالك المختصر اللي هو مختصر التاج والاكليل كتاب معروف في الفقه المالكي، قال عياض 285 على 2 يقول قال عياض من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا من نفسه أو دينه أو نسبه أو عرض به أو شبهه بشأن عن طريق السب أو التصغير لشأنه أو الغض منه والحكم فيه يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب. يعني إيه؟ ملوش استثناء، لا توبة ولا غير توبة. ده السؤال اللي ختمنا بيه امبارح. القرآن اللي أنا أعرفه بيقول عن أي شيء، وبص انا عايز اقول لكم كمان هتشوفوا دلوقتي الصفحه دي 303 و304 قبل ما اقول لكم القران في الكتاب بقى اللي كنا عرضناه امبارح اللي هو الصار المسؤول على شاتم الرسول. 303 و304 هم خصصهم للمساله التوبه. بص بيقول لك ايه، وكذلك ذكر جماعات اخرون من اصحابنا انه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما او كافرا، ومرادهم أن بأنه لا تقبل توبة أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة، والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وغيره، وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة اللي هو لو كان مسيحي يعني أي ديانة أخرى إن كان ذميا لم يسقط عنه القتل، لأن عامة هؤلاء ذكروا هذه المسألة خلافا لأبي حنيفة والشافعي قولهما إن مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد. السؤال يعني هو بيقول لك ايه، بيقول لك حاجه لطيفه قوي، لقطه لطيفه قوي، بيقول لك انه هو يتوب زي ما هو عايز بس لا يسقط عنه حكم القتل. ده ايه ده؟ انا عايز يعني بص، مش بس قالوا نقتله، لا، هم قالوا حتى لو تاب احنا ما لناش دعوه بتوبته، توبته تفضل ليه واحنا برضو نقتله مسلم او غير مسلم. بالمناسبه يعني انا عايز بس اجيب لكم الايه اللي انا اللي عليها التعويل اللي انا حكيتها امبارح، وفي ايه ثانيه كمان. بصوا يا جماعة ربنا بيقول ايه، هيقول لك هنا ده بيتكلم على التوبة، لا بصوا في حاجة ربنا بيقول ان في الآية 48 اللي احنا ختمنا بيها امبارح 48 من سورة النساء، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله هو الذي لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. تاني، ربنا لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه لما الإنسان ينهي حياته على هذا الشرك ثم ذهب إلى الخالق ويوم النشور يعني. طيب لو عمل الشرك، لو رجع عن الشرك قبل نهاية حياته غفر لأنه ما ماتش على الشرك. إذن الآية مدلولها
انه مش كل الذنوب مستثناء الا الشرك، لا، هو مفيش ولا ذنب ممكن ربنا ما يغفروش طالما لم يمت عليه. امال ايه الاستثناء اللي ربنا خلى الشرك لوحده؟ انه حتى لو مات على ذنوب اخرى غير الشرك قد تغفر بعد الموت، الا الشرك لو مات عليه لا يغفره ربنا. جميل. هيقولك طيب احنا نخليه التوبه يتوبها، يبقى بقى ربنا يتوب عليه هناك، واحنا نقتله على قياس مثلا حكم القتل، انه ممكن اللي قاتل يتوب بس احنا نقيم عليه الحد. هذا غير صحيح. ليه؟ لان هذا حد في القرآن اصلا، لكن انت لما تقول لي مفيش شيء في القرآن بيعاقب به ساب النبي، مفيش، ثم تخترع من الروايات المضللة قتل فتقيسه على حد في القرآن، فده قياس مش باطل، فاسد على الإطلاق. يبقى ما دون الحد يا صديقي، أنا هنا بكلمك بقى دين مش بكلمك على رأي الفقهاء، الحد وهو قليل جدا هو الذي لا يسقط فعله بتوبة من فعله، الحد فقط. واللي هو إيه يا فندم؟ اللي هو التكلم في عرض المسلمات المؤمنات، اللي هو يعني زي ما حدث وقعة الإفك، لو ما جابوش 4 شهداء فيبقى دول هم الكاذبين. حلو. والزنا في العلن، ركز في كلمة في العلن، الزنا عملية مبنية على الستر، ولذلك حدثت وهتحدث وستحدث وبينك وبين ربك. لكن الزنا اللي عليه 4 شهود يعني ده واحد قرر يقعد في العلن، غالبا مفيش حاجة اسمها 4 شهود. الإسلام حط 4 شهود عشان يقفل باب التقول والزور، مش عشان يقول إن ده ما فيش تاني. بالعكس، أيام الرسول كان في وقائع زنا، علم بها أو لم يعلمها، المهم الإنسان يتوب بقى، ما نشجع، بس ده مش موضوعنا. المهم الزنا في العلن له عقوبة. التلاتة القتل، وده ما حدش يختلف عليه في العالم كله إلا الدول اللي ألغت عقوبة الإعدام، وده خلاف فلسفي إلى الآن، إنه الإعدام تقوم به الدولة ولا لا. خلاص. السؤال بقى، ما دون هذه الحدود؟ هذه الحدود فقط هي الذي فعلها وتاب يقام عليه الحد. عشان ايه يا فندم؟ اسمها ايه؟ اسمها العقوبات الجنائيه في الاسلام، 3 بس اللي في القران كله. خلاص. وطبعا السرقه، فيبقوا خليهم 4. السؤال بقى، ما دون الحد ازاي لا تجب العقوبة إن كانت أصلا عقوبة؟ يعني احنا هنمشي مع الفقهاء أساسا أن هي عقوبة، هي مش موجودة أصلا، هم جابوها من الروايات، يعني هي أصلا عقوبة خاطئة، مسلم أو غير مسلم مالناش دعوة. خلاص. 2، يعني المسلم الذي يتنقص من رسول أصبح غير مسلم، فخلاص مالناش دعوة بيه، لأن مفيش حاجة اسمها عقوبة القتل المرتد زي ما شرحنا كتير. طيب غير مسلم بيتنقص من رسول، مساء الخير، إيه اللي حصل؟ إذا كان هو نفسه رأى ذلك وكتم ما به أو في صدره وصبر، خلاص نعمل ايه يعني؟ ده القرآن ودي سماحة الإسلام، لكن طبعا صدرت إسلام تاني خالص، الإسلام اللي خليهم يقتلوا باريس كلها عشان رسموا رسمتين، الرسمة سيئة. وأنا أكره، أنا إسلام أكره من يتنقص من النبي ويتقول عليه ويظهره بصورة سيئة، بس أنا بكرههم كلهم. مش عايزين نتكلم عشان دي شرحها هيجيب مشاكل. أنا بكره اللي بيتنقصوا النبي كلهم، أنتوا فاهمين ها؟ المهم، انما نرجع للخطوه بقى اللي هم اخترعوها، اساسا اختراع، ما فيش حاجه اسمها عقوبه ليه. طيب في عقوبه، قال لك لا دي زي الحدود لا يجوز التوبه فيها، بس بص المبرر ليه يا فندم، دي حد قال لك لا اصل هو التوبه في سب الادمي لما يغفر هو، يعني يكون الادمي عايش ويقول له انا عفيت عنك، انما لو سب الادمي الميت ملوش غفران. يعني ايه الكلام ده يا حبيبي؟ الرسول لا يحسب على الادمي العادي، لأن سب الآدمي العادي يتعلق بشخصه، لكن سب الرسول يتعلق بعمله ومكانته وما أنجزه لأنه الرسول. فإذا كان هو تبرع بعرضي وهو بين أيدينا، إزاي نخترع اختراع أنه لن يغفر بعد موته؟ يعني لو ارتد الرسول للحياة سيغفر أو سيسكت عن الذين آذوه؟ فبما أنه عمل كده في حياته، كان يجب على السادة الفقهاء، وده الخطأ الثالث رحمهم الله، أن يتلمسوا طريق النبوة، يقولوا والله هو عايش
شفناه بعنينا والقرآن قال إنه بيسكت تماما. طب وهو ميت ليه أتوقع إنه ما يعفوش؟ يعني مش فاهم. ما هي نفس التبرع بالعرض، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، مالكش دعوة. وبعدين فجأة بص التناقض. وإن كانت رواية ضعيفة بس بص التناقض، هم فرحانين قوي إحنا عيال صغيرة، يعني حتى الأكبر مننا اللي سامعين دلوقتي عنده 70 سنة هيكون سمع القصة دي، وإحنا صغيرين كان يقول لك إيه الرسول كان اللي يعمل له أسوأ حاجة يسامحه. أيوة اللي هو إيه، يقول لك ده كان جنبه في المدينة واحد يهودي كل لما يمشي يروح وجاي يشتمه، وبعدين يحط قدامه الأذى والقذرات والمؤاخذة التغوط والحاجات النيلة قدام الباب عنده، فقعد يعمل كده كل يوم. فاكرين القصة؟ ها، قعد يعمل كده كل يوم، وبعدين ما بقاش لا بيحط القذرات ولا بيشتمه. فالرسول من سمحته، على فكرة هو الرسول فعلا سمحته كده، بس القصة مش مشكلة انها ضعيفة. فالرسول من سمحته سأل عليه وقالوا لهم هو ليه بطل يشتم وبطل يحط القذرات؟ قالوا ده عيان. قام راح زاره وقال له طمني عليك، ده انا ما شفتش القذرات بقالي كذا يوم. قام الراجل من ادب الرسول اسلم. حلوه القصه حتى لو حديث ضعيف تليق مع اللي احنا نفهمه عن الرسول. فين ده غالي في اللي، طب ما الراجل اليهودي بدل ما يشتمه قال فيه شعر، ده قتله وده سابه يحط القذرات ويشتمه ليه؟ ده على الاقل الراجل بتاع القذرات ده اولى بقى، يجيب له برضه ابن مسلمه ويدخل يقول له شعرك ريحته وحشه بقى المره دي، يروح قتله. يعني ده ايه ده؟ كم رسول في القصه؟ الحكايه كلها الرسول في القران. اي شيء يوافقه فوق راسي في الروايات، اي شيء لا يوافقه انا ما اعرفوش، انا مش هروح يوم القيامه اقول له البخاري قال لي. رحمه الله على البخاري، البخاري ان شاء الله يوم القيامه يقولوا له انت امام عظيم، بس دي جانبك الصواب فيه. انا معتقد كده وملايين معتقده كده، ان وقت كعب بن الاشرف اتكتبت خاطئه. هقول لكم دلوقتي بعد الايات لما واحد يسالني طب هو كعب اتقتل اصلا، هقول لك الاجابه بقى. هطلع فاصل ده وارجع لكم. رجعنا لكم. شوف يا سيدي، نكمل الايه بس وانا اقول لك موضوع كعب بن اشرف بقى انا رايي فيه ايه بقى. خلاص فدي تتعلق بالغفران. الفقهاء بقى قال لك لا دي ملهاش غفران، اصل هو اتوفى. طب وهو عايش ادانا سنته، عليكم بسنتي، انا بعفو او بسكت او بكتم غيظي عن اللي شتماني. طب انت بتعمل عقوبه ما اخترعتهاش انا اصلا، اختراع، لان هو لم يقتل كعب بن الاشرف بهذا الشكل، ولا ابو رافع ولا اي حد، ولا عصماء ولا اي حد. روايه قويه او ضعيفه. طيب واللي رد على الفقهاء في ثالث اجتهاد خاطئ ليهم الايه دي بقى، عشان ما يقولكش دي التوبه حاجه والفعل حاجه، لا يا عزيزي دي في الحدود بس. بص الايه دي، بص ربنا بيقول ايه، اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم. ركز، ارتدوا بعد الايمان، يعني هو ما فيش عقوبه للرده. والسوره دي آل عمران يعني مدنيه، عشان ما حدش يقول لك اتنسخت على كلامه، مش ده موضوعنا، موضوع الرده. بيقول ايه بقى، كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم برضو ما نعمل لهمش حاجة، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسيبهم لما يموتوا بقى، خلاص، خالدين فيها. بص فين العذاب، مش هنا، هناك، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بص بقى دي، إلا الذين تابوا من بعد ذلك. تابوا فين؟ في النار؟ لا يخفف عنهم العذاب؟ لا طبعا، ما فيش توبة هنا. يعني بمعنى ايه؟ انه ارتد وعمل اللي هو اسوأ منه، من هو اصلا كافر اصلي وبيسب الرسول، اللي هو زي كعب بن الاشرف، لانه ما كانش بني نضير بس ما كانش يهودي، هو ملوش يعني كافر، خلاص. فالكافر الاصلي بيسب الرسول، ولا واحد مسلم ارتد وبرضه اكيد سب الرسول، ما هو ارتد بقى. بص قال لي بقى، قال كل ده ماشي إلا لو ماتوا عليه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وبعدين بيأكد بأن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني ما رجعوش الخطوة دي، لن تقبل توبتهم هناك بقى، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا، ده الشرح، القرآن عظمته أنه بيشرح نفسه، وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
شفت القرآن عظيم إزاي ومرتب ومنطقي وعقلاني ومتنور وكل حاجة في القرآن، وكل أي حاجة تانية عكس ده في الروايات اللي قالوا عليها صحيحة ولا غير صحيحة. خلينا واضحين يعني، بص القرآن بيقول إيه؟ يعملوا لهم عزيز ويرتدوا ويزدادوا كفرا، ماتوا على كده ما لهمش عندي توبة، ولا لو افتدوا بملء الأرض ذهبا. طب إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك أصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهم عايشين عادي. فالردة ولا واحد أصلا ما أسلمش وسب الرسول، مين اللي بقى؟ ولا واحد مسلم وعملها، يعني التوبة بتقبل ولا يقام عليها حد، وهو أصلا مش حد، ده اختراع لأنه مبني على روايات كعب بن الأشرف مش القرآن. فبص أخطاء وراء أخطاء وراء أخطاء خلتك حرفيا حرفيا يخترع دين تاني تماما يوصلك. فالإسلام صورته إيه؟ رسول الإسلام ده واحد كان بيتكلم عليه بالشعر كده كلمتين، ها بويت شاعر يعني، ها بالإنجليزي. إيه قتلوا؟ بعت له ناس غدروا بيه قالوا له شعرك ريحته حلوة وقتلوا، وست اسمها عصماء وست اسمها أم قرفة وراجل اسمه أبو رافع، وما كانش بيسيب حد. طب فين يا جماعة بتاع اليهودي اللي حط القاذورات؟ طب بلاش اليهود، فين في آخر البعثة لما راح فتح مكة ذهبوا فأنتم الطلقاء؟ ودي بقى حقيقة، رواية حقيقية، حتى لو كان الرسول في نظري لا يقولها من باب التسامح، أنا بفهمها كده، سيبك مني بس أنا شايف الموقف أنه فيه يعني عفو، والعفو بيأتي من الكبير. لكن في النهاية عفى عنهم، وعفى عن مين؟ أبو سفيان وقصة وهند وأيام يعني، ماشي. طيب الواقعة اللي فيها تسامح بقى فعلا لما كان وداخلين على مكة، فتح مكة وجنبه سعد بن عباد، فهو مدني ففرحان بقى في أهل مكة أنه ياخد حق اللي هانوا الرسول وشتموه. كل دول بقى شتموه، مش قتلهم بالواحد، ده قالوا فيه اللي ما تقالش وشككوا فيه ونسبه وعيلته وبراته وكل حاجة. فقال اليوم، فسعد فرحان فبيقول يوم يوم الملحمة، ملحمة يعني دم كتير، فخد منه الراية اداها لابنه عشان ما يزعلش ان حد غيره يعني، ونحاه وقال اليوم يوم المرحمة، ده محمد اللي انا بعرفه اللي في القرآن صلى الله عليه وسلم. مين بقى بتاع كعب بن الأشرف ده اللي واحد بس شتمه؟ ده قوم شتموه عفى عنهم، شتموه ايه؟ 23 سنة، فتح مكة كان 8 هجري يعني يقول 21 سنة شتموه، 20 سنة شتموه، عفى كلية وقال ده يوم المرحمة مش هقتل حد حتى لو هي حرب. فما بالك واحد ومش حرب، ودار الإسلام مش دار الحرب، واتكلم كلمتين لا يعني في شيء، القرآن أمره يصبر عليهم، بعت ناس غدروا بيبقوا قتلوه، وقتل غدر لا يليق بالرسول ولا بالصحابة. نسمي ده إيه؟ هنسمي ده إيه يا فندم؟ أقول لك أنا، روايات باطلة استقرت في أصح الكتب، بس بسيط ولا يهمك. رحم الله البخاري إمام عظيم، بس الرواية دي غلط وغيرها غلط ومية غلط، في 7000 يبقى راجل عظيم. لكن دي رواية مش بس أثرها أنها غلط، دي كسرت الإسلام، دمرت صورته، دمرت صورة الرسول، وخلقت أحكام عند السادة الفقهاء أهو، وكمان ملهاش توبة. يعني ده اختراع فقهي بقى متجدد، يعني نتيجة من نتيجة من نتيجة، التلاتة غلط كمان ملهاش توبة، يعني ده اختراع ما شفتوش قبل كده، والآيات هي قدامكم. وبعدين يوصل لك بقى النهارده ده يعملها في باريس، ده يعملها في اسكتلندا، ده يعملها في السويد، ده يعملها في الدنمارك، يقتل الناس ويحرقهم و17 واحد، ويقول لك ديني قال لي كده، الساده الفقهاء وكده، والروايه اهي في البخاري اهي، الحديث اهو، كعب بن الاشرف ده اللي اتعمل فيه، وده عقاب كل من سب النبي زي ما بيقولوا، مسلم او غير مسلم يقتل ولا تقبل توبته. اني اسلام فيهم اللي احنا مؤمنين بيه؟ بلاش. اني اسلام فيهم المفروض نؤمن بيه؟ برضو بلاش، او عدي دي. أني إسلام فيهم اللي المفترض نتبعه، المفترض نحارب عشان نظهره، ده ولا ده؟ لأن ما حدش يقول الاثنين هم الإسلام، ما حدش يضحك على نفسه. وهي دي المفارقة والعذاب اللي أنا بعانيه وغيري من السادة 7-8 سنين اللي فاتوا على الشاشة، ده لا يمكن يكونوا إسلام واحد، لأن التوفيق بينهم نوع من الدجل. فأي واحد يقول لك رواية كعب بن الأشرف تليق مع آيات القرآن، ده دجل، دجل فكري. يا القرآن والآيات اللي فيه والسماحة المعهودة عن الرسول من أول يوم في حياته لحد فتح مكة، ولم تكن النبي خائنة الأعين، ما كان النبي خائنة الأعين اللي حكيت لكم امبارح. فده رسول محمد الذي خلقه القرآن والرحمة المهداة للعالمين، وكل بقى الكلام الجميل مع المخالف قبل التابع. يا إما اللي في الروايات ده اللي هم أقاموا عليه بأحكام الفقه، عرفتوا فين الكارثة؟
الموضوع مش شارلي ابدو، الموضوع ان انا بدخل في موضوع اخد بس الفكره اللي بوظت شكلنا في العالم، بيقتلوا باريس كلها ليه؟ عشان رسموا رسولهم. طب ورسولهم قال كده؟ اه، يجيبوا بقى الروايات لان في كتير مطلعين على ثقافتنا، فيقولوا اه رسولهم هو اللي قال لهم يعملوا كده، لان هو نفسه عمل كده في واحد مجرد انه اتكلم عليه كلمتين بعت له ناس غدروا بيه وقتلوه. اني اسلام اللي موجود في العالم ده؟ فهم لما يكرهونا ويشوفونا قنابل متحركه ويعملوا الكاريكاتير، انت يا فندم بتدي لهم كاريكاتير اكتر واكتر واكتر على رسولك، وصوره سوداء اكتر واكتر واكتر عن دينك، وفرحان قوي وجميل قوي. دي المفارقه يا عزيزي اللي هي اكبر بكتير من شارلي ابدو. الاسلام وصل لك كده. حاجه بقى عن ابو رافع، عن سوري، عن كعب بن الاشرف نفسه. ركز في الاول. واحد بيقول لك ايه بقى؟ اصل بتتقال لي كتير يعني ان انا الكلام ده بقوله في كل حته، وبيجي رسائل بالايه، يقول لك ايه يعني انت عايز تقول ان كعب ما اتقتلش اصلا؟ يعني كعب ده فضل عايش والقصه دي كلها مختلقه؟ لا لا، بص، اولا من ناحيه نعرف مين اللي قتل كعب لو هو قتل، فبلاش تعمل فيها الحاسم الجازم الجبار عشان ما اصدمكش صدمه يعني ايه في الروايات بتاعتك دي. ليه؟ كعب بن الأشرف اللي مش مسلم، اللي حتى لما جابوا الذهبي في سير أعلام النبلاء كانش عارف هو يهودي ولا مش يهودي، في من بني النضير ولا صحابي بحجم سعد بن عبادة اللي أنا حكيت عليه ده. سعد بن عبادة بتاع اليوم يوم الملحمة ده فضل عايش لما رسول توفى طبعا، لأنه يعني كان أصغر في السن بكتير، فقرر أنه في خناقة في معركة ثقيفة بني ساعدة كان المدينة ورئيس المدينة، يعني كان أكتر أهل المدينة محبة هو سعد الأوس الخزرج يعني، فقرروا يعملوه هو خليفة المسلمين قبل ما أبو بكر وعمر يتدخلوا. خناقة بتحصل، ركز كده، فحصلت وبعدين قالوا الأمراء من قريش، فتولى أبو بكر. سعد بن عبادة ده يا عزيزي بعديها بفترة قتل، ركز في الموضوع ده عشان تفهم موضوع كعب بن الأشرف. قتل سعد بن عبادة، حجم واحد بحجم الصحابي سعد بن عبادة قتل. هل عندك شك ان كان المفترض نمشي ورا الاحداث ونعرف مين اللي قتله؟ مين اللي قتله؟ سعد بن عباده، مش كعب بن الاشرف اللي احنا بقى عارفينه صاحب الرسول و13 سنه في معافل و10 سنه 10 سنين معاه في المدينه والدنيا جميله. انت عارف الكتب مجمعه على ايه يا عزيزي في قتل سعد؟ انا بديك مثل عشان ما تعيش في دور ان الروايات دي جايبه قرار كل حاجه، لا دي خدعه. سعد بن عباده كتب مجمعه ان الذي قتله، ما تزعلش يعني فاهم، ما تتصدمش، الجن. طبعا دي كذبة، أكبر كذبة، أكبر من الخيال، أفلام الخيال الفضاء العلمي والخيال العلمي بتاعت الأيام دي. لا، والجن ألف شعر إن رمينا سعدا برمية فلم تخطئه. ففي واحد معدي كده جنب الحمام اللي هو توفى فيه اتقتل، قال لهم على فكرة أنا عرفت مين اللي قتل سعد. قالوا له مين؟ قال لهم الجن، وأنا سمعتهم بيقولوا شعر. باشا عيش بقى مع الدجل، خلاص الكلام ده مثبت في الكتب كلها. فراح قايل الشعر المفترض سمع الجن بيقولوه. لا، والجن عندهم سهم وبيقتلوا، على كده ما كانوش سابونا بقى يعني فاهم. سيبك من الكلام ده كله، المهم انا بديك مثلا ان واحد بحجم الصحابي سعد بن عباده ممكن يقتل وما تقدرش تعرف مين اللي قتله، لدرجه انهم يصدروا لك ان اللي قتله الجن، وده المستقر في الكتب لحد النهاردة. قصدي ايه بقى انا من كده؟ قصدي انا اقول لك حاجة يا عزيزي، كعب بن الاشرف قتل لا يشك عاقل، لكن 100% ليست هذه طريقة القتل. لو عايز تقول لي طريقة القتل ومتأكد منها قوي، قول لي مين اللي قتل سعد بن عبادة، وده اولى من ده انك تعرف الطريقة وتعرف اليوم وتعرف الساعة وتعرف القاتل. كل اللي حصل ايه يا عزيزي؟ انه الاحداث قد يكون بعضها حدث لكن ليس بهذه الطريقة، هي الفكرة في الطريقة. ولم يقتل كعب بن الأشرف فيما أنا، ده بحث طويل بقى كنت زمان عملته ومش ده موضوعنا، فيما أرى أنه كعب بن الأشرف قتل منهم فيهم، قتل من بني النضير منهم فيهم، لأنه يعني في قصص كده بين اليهود وكانت في قصص يعني. المهم أن كعب قتل منهم فيهم، لم يأمر النبي بقتله بل لا يعيره اهتماما، ما يقول شعر، ما يقول، ما الرسول أول مرة يتشتم، ده طول 23 سنة بيتشتم وبينتقص منه،
وربنا قال له إنا كفيناك المستهزئين. نسينا الآيات دي؟ دي فوق كل اللي قلتها بقى. يعني إيه كفيناك؟ مش كتمنا لسانتهم. الكلام لن يؤثر في مكانتك يا محمد، الكلام لن يؤثر في دعوتك. أنا قلت رفعنا لك ذكرك، خلاص هنرفع ليك ذكرك. المستهزئين يستهزئوا. إذا كان الرسول في آخر حياته واحد بعت له قال له أنا نبي معاك، نبي زي زيك، ونقسم الفلوس مع بعض، مسيلمة. الرسول منتهى الثقة في النفس. خلي بالك الكلام اللي بيتقال ده معناه انه ما كانش فيه ثقة، وده عيب يتقال على الرسول. فاكرين لما في رمضان في أساطير الأولين قلت لكم على موضوع اللي هو ابن صياد، والرسول يروح له ويقف ورا الشجرة، قلت لكم مين الرسول اللي الرسول ده؟ كان تقيل قوي، تقيل كرجل. ثقته في نفسه وفي نبوته ما تخليهوش يهتم بحد. فواحد بعت له في نهاية حياته، خلاص الرسول استقرت لي الأمور، فبيقول له أنا من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. والله العظيم هو اللي سماه الكذاب الرسول. فهو رد بمنتهى الثقة، قال له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. بس فالموضوع بسيط خالص، إنما الرسول يهتم بواحد ويبعت يقتله وغدره، ده رسول ما نعرفوش. فاللي حصل يا عزيزي، عايزكم تفهموا دي إزاي الروايات دست، ودست على البخاري وعلى مشايخه طبعا عادي، امال الدس جه ازاي؟ كعب اتقتل. فانت عايز لاسباب كتيره بقى هبقى احكي انا بعدين في حلقات مفصله، وانا والله مش هنسى من دس ولماذا دست الروايات لاسباب كتير. قول لاي سبب، استعراض قوه، تشويه صوره الرسول، وده الاولى، تشويه صوره الاسلام. فانت تروح واخد الحدث، كعب قتل، معلومه زي سعد بن عباده، قول لي مين اللي قتل، يقول لك الجن. اللي يقول لك الجن يعني اكيد انت هترد رد تاني، جن يا حاج، خلاص سعد بن عباده واحد قتله، مش عايزين، بس احنا ما عرفناش يا سيدي، خلاص. فالموضوع كده ان كعب قتل منهم فيهم، فانت رحت مخترع بقى القصه دي، وجاب ده وقال له انا هالف تاليف هناك، قال له شعرك ريحته حلوه اقطع، وراح الرسول، الرسول فرح يا سلام، اللي هو بخلاف كان ما فيش قران كريم، ما يملاش حل. ده دجل احنا عايشين فيه، دجل كبير. خلاص لسه عندي تعقيب بسيط ومعاه بقى شويه حاجات عن الموضوع كله، بس بكره طبعا عشان الوقت خلص. اشوفكم بكره ونكمل بكره.